سهرة مفتوحة يقدمها طاهر أبو زيد. الحياة بالنسبة له تتراوح بين الإغداق والإقلال. أغدقت عليه صوتا جميلا، ولكنها كانت مقلة عليه في الحظ. هذا هو مطربنا صاحب هذه السهرة الأستاذ أحمد سامي. صباح الخير يا أستاذ أحمد. أهلا يا أستاذ طاهر. هل الكلام اللي أنا قلته في المقدمة ده تأثيره عليك إيه؟ الحياة دي شهادة جميلة جدا. لا يعني هل أنت فعلا معايا في أنه الحياة أغدقت عليك وفي الوقت نفسه كانت شحيحة عليك؟ أغدقت في الصوت طبعا. وكانت شحيحة في الحظ. الحقيقة أنا اللي ساعتك قلته ده مظبوط جدا، وأنا قليل الحظ بشكل كبير، يعني تملي كل اللي بيسمعوني بيقولوا لي حاجة عجيبة جدا، ده صوتك كويس وأغانيك حلوة، ونبص ما فيش، ما عنديش حظ خالص، يعني ما جاتنيش فرصة حتى للآن، ما فيش أي فرصة عندي خالص. أنت قليل الحظ في كل حاجة ولا في الفن بس؟ لا والله تقدر تقول إن في كل حاجة. مثلا يعني في كل حاجة مثلا يعني سعادتك تعرف ان انا مهندس. ما اعرفش دي حاجه. انا مهندس مرور، مهندس اشارات مرور القاهره. مثلا مره خدت اجازه، رجعت كان المفروض تجيني درجه، في الدرجه ما جاتش، جات لي اللي موجود. عشان انت كنت في اجازه. عشان انا كنت في اجازه. ده بالنسبه للشغل يعني. طب انت قليل الحظ في الحب والله، ولا دافئ القلب؟ والله انا حظي برضو في الحب وحش جدا. انا دلوقتي لغايه دلوقتي انا ما تزوجتش يعني. وبعدين حظي معاهم برضو وحش. مع الجنس اللطيف. الجنس اللطيف. ليه؟ مع انه شكلك لطيف جدا وشخصيتك لطيفه وقلبك كبير وكده. هنعمل ايه؟ حظي برضو حظ. طيب امال حظك حلو في ايه؟ صوتي الحمد لله دي موهبه من ربنا سبحانه وتعالى، ده يعتبر برضو حظ. يعني ممكن واحد يكون صوت وحش. طيب الرجل القليل الحظ، عاوزينك دلوقتي تقدم للمستمع اغنيتك اللي مليانه تفاؤل وامل، واللي بتقول فيها وشك حلو عليا، ودي من انجح اغانيك فعلا. يعني الحقيقه استاذ طاهر دي من اعز الاغاني اللي انا غنيتها، لان دي اول حاجه غنيتها للاذاعه. وانا بعتبرها زي الابن البكر. طبعا الواحد يعتز بيه اكتر. طب يمكن كمان وشك يبقى حلو على المستمعين يعني، يمكن بالنسبه لنفسك وجايز هم يبقوا وشهم حلو عليا. ان شاء الله. وشك حلو عليا لو شفت الصبحية، وشك حلو عليا لو شفت الصبحية، بيمر اليوم بيا كل ساعته هنية، بيمر اليوم بيا كل ساعته هنية، وده علشان يا حبيبي وشك حلو عليا. وشك انت لوحدك من بين كل الدنيا، اللي بشاهده ببعدك لو غمضت عينيا. وشك انت لوحدك من بين كل الدنيا، اللي بشاهده ببعدك لو غمضت عينيا. واللي تأثر فيا تقطيع المصرية، واللي تأثر فيا تقطيع العربية، ويخليني أفكر فيا مع عمري الجاية،
وده علشان حبيبي وشك حلو علي وشك حلو علي لو شفت الصبحية بيمر اليوم بيا كل ساعته هنية وده علشان يا حبيبي وشك حلو علي. الله، أغنية متفائلة جدا وبتخلي الواحد كده يعني يمكن يستقبل اليوم بأمل وبهجة، وياريت كل زوج ها يقول لزوجته وشك حلو علي، أو هي تقول له مرة ولو مرة ولو مرة ولو كذا مرة. الإذاعات عندنا يعني كل إذاعات القاهرة بتجي الأغنية دي الصبح، يعني بسمعها أكتر من إذاعة صحية 3-4 مرات في الإذاعات. طب بس هي في حاجة كده خطرت في بالي، أنت تقول وشك حلو علي لو شفته الصبحية، طب لو شفته المغربية؟ لا يعني ممكن أنا أحكي بالليل، أقول لك أنا الصبح مثلا والله كان وشك حلو علي الصبح أول ما شفتك. يعني ممكن تتحكي برضه بعد الظهر برضه. أنا بس بدعبك يعني. لا تحت. طب أستاذ أحمد سامي، قول لي بقى يعني إيه اللي دخلك على عالم الغناء وتم إزاي الحكاية دي؟ والله دي شغلة كبيرة جدا. أنا طالب في الثانوية العامة كنت بغني الأستاذ عبد الوهاب، يعني أنا خلقت على عبد الوهاب، وحفلات المدرسة كنت بغني لعبد الوهاب، وكنت بغني له الحاجات اللي هي فيها فن مش الحاجات اللي هي الخفيفة زي الجندول وحياتي أنت وأحب أشوفك كل يوم وحسدوني ومضيت على بيت الحبايب، الحاجات التقيلة دي. لما بقيت طالب في الجامعة برضه كنت بعمل حفلات الجامعة كلها، وبعدين التحقت ببرنامج اللي هو في الإذاعة. سنة كام؟ نعم كده أنت هتكبرني جدا يا أستاذ طاهر. ده ستك كنت موجود يعني في تسجيل مرة من تسجيلاتي أعتقد هذا لعبد الوهاب. سنة كام كان الحكاية دي؟ سنة 56. ابتديت غنيت لحاجات لعبد الوهاب كلها، وبعدين غنيت له كان قايل أغنية بفكر في اللي نسينا، فندى هو الملحن اسمه سيد إسماعيل وقال له تجيب لي أحمد سامي من تحت، أنا عايز أشوف أحمد سامي. فوجئت بسيد إسماعيل بيدور علي وقال لي الأستاذ عبد الوهاب عايزه، فرحت قابلته الحقيقة بني كويس جدا، ده أول مرة كان لقائي بعبد الوهاب. داني العود وقال لي سمعني حاجة، فسمعته بفكر في اللي نسينا، وبعدين قال لي سمعني جندول، أي حاجة يقول لي سمعها لي كنت بسمعها له، حسدوني وبينفعني وسمعتها له. وليه أغنية هو نفس الأستاذ عبد الوهاب بيحب يسمعها أو يعني بتاعت إمتى الزمان يسمعها جميل. فلما سمعني ليه هو بقى رأي عجيب شوية، في أي حديث له أو في الصحف بيقول عندما أسمع أحمد سامي أحس بشبابي، أو أحمد سامي بيفكرني بشبابي، تملي يقول الجملة المقصورة دي. ولكن أنا ليه أعتاب على عبد الوهاب؟ يعني أنا المفروض إن هو اقتنع بي كمطرب واقتنع بصوتي، المفروض إن هو يلحلي، هو دلوقتي مرتبط بصوت واحد بس إن بيلحله، عبد الوهاب بيلحل صوت واحد بس اللي هو مين؟ اللي هو عبد الحليم حافظ. من الرجالة يعني؟ من الرجالة، الستات بيدي ألحان زي ما هو عايز، بيلحل فايزة ونجاة فيروز وشادية لكن يجي لغاية الرجالة مختصر بس على عبد الحليم. تفسيرك ايه للحكاية دي؟ والله هما بيربطهم ببعض اعمال تجارية زي شركة صوت الفن، فيظهر هما بيشتروا خاطر بعض يعني. طب ليه برضو امال بيلحن للباقيات ليه للتانيين؟ عشان ستات. ايه يعني مش فاهم؟ يعني هو عايز يبعد، عايز يلحن للراجل بس اللي هو عبد الحليم. طب هل عبد الوهاب ما سمعش صوت رجال يعجبه؟ طب امال بيقول عليا بفكرني بشبابي ازاي بقى؟ ده في اصوات رجالي حلوه جدا، طب ما تلحن لها. ما بيلحنش غير لعبد الحليم حافظ بس. محرم ما بيلحنلوش؟ ولا محرم ولا ماهر ولا
في ناس عتاولة كمان يعني، في ناس مين؟ أسد زي مين؟ أنديل، محمد أنديل، ده صوت ذهب. وكارم محمود راجل عظيم بيعزف عود، ومعاه دبلوم معهد عالي الموسيقى. يعني كل دول الاثنين دول يعتبروا اساتذه، ما بيلحقلهمش ليه؟ مفيش. هو مرتبط بعبد الحليم، وعبد الحليم انا ليه رأي فيه عجيب جدا. عبد الحليم استاذ عظيم وبحبه، لان كل لفظ بيخرجه من بقه بيحس بيه. يعني مثلا انا طول ما انا ماشي ادندله حاجه اللي بيقول فيها ايه، او ما كنتش اعرف قبل النهاردة ان العيون دي تعرف تخون بالشكل ده، ولا كنت اصدق قبل النهاردة ان الحنان يقدر يكون بالشكل ده، وما كنتش جميل. يعني كل حرف بيخرجه من بقه. انا ليه راي عجيب ان عبد الحليم صاحب مدرسه الاحساس باللفظ، يعني كل لفظ بيخرجه من بقه بيحس بيه حقيقه. يعني هو يعني قول لي في رايك يعني الاغاني اللي بتعيش معاها انت قوي من الحان عبد الوهاب ايه؟ انا بحب الجندول قوي. سمعنا حته. أين من عيني هاتيك المجالي يا عروس البحر يا حلم الخيالي يا حلم الخيال. أين عشاقك سمار الليالي؟ أين من واديك يا مهد الجمال؟ موكب موكب الغيدي موكب الغيدي، وعي في عرض القناة دي. الواحد لما بيسمع بيبقى عاوز يسمع على طول الحقيقة. هو حقيقة يعني انا نفسي اسمع لحن لعبد الوهاب ما يعجبنيش، مفيش، كل الحانه حلو. ده صحيح، وده نتيجه ان هو راجل ناجح في كل اعماله طبعا. طيب انت غنيت لعبد الوهاب في المدرسه وانت في المدرسه؟ طبعا انا بعتبر انا بعتبر عبد الوهاب مش مدرسه. لا قصدي وانت طالب في المدرسه. وانا طالب في المدرسه. وبعدين بعد كده رحت بقى الاذاعه، برنامج الهواه في الاذاعه، وابتديت اغني كل حاجه لعبد الوهاب. لدرجه ان مثلا ركن الهواه في الاذاعه كانوا الموسيقيين بياخدوا فلوس، هم اللي ياخدوا فلوس لكن الهواه ما ياخدوش. فكنت افوت فوته بس كده في يوم التسجيل الاقيهم ملبوخين مش لاقيين حد يسجل، تعالى يا احمد يا سامي تعالى سجل. اروح مسجل كله عبد الوهاب، كل عبد الوهاب. كنا مقسمين بقى برنامج الهواه، يعني احمد سامي يغني لمحمد عبد الوهاب، محمد العزبي يغني لمحمد عبد المطلب، ماهر العطار لعبد الحليم حافظ، محرم فؤاد بيغني كان لمحمد رشدي. يا سلام. محرم فؤاد كان بيقلد محمد رشدي. كنا مقسمين برنامج اللي هو علينا احنا الخمسه. طب قول لي ليه دول مشيوا اكتر منك اذا سمحت؟ محرم كان محتضناه تحية كرك في الأول خالص، ده عامل من العوامل، من عوامل نجاح. يعني كانت بتشجعه وهي اللي بتوجهه وهي اللي بتتعاقد له على الأفلام. ماهر العطار كان الله يرحمه أمين عبد الحميد، مع
مع كسرة إذاعته الأغاني ماهر العطار برضو عمل عقد أفلام. محمد العزبي فرقة رضا شهرته. مين تاني؟ هم الثلاثة يا دوب. قلت لي حد رابع كمان. رابع هو ماهر العطار ومحمد العزبي وأنا محرم فؤاد. محرم فؤاد أربعة. أنا بقى يعني طبعا أنا موظف. بس أستاذ أحمد سامي معلش قطعك. لا أنا سمحت. يعني أنت دلوقتي نسبت نجاح كل واحد إلى عوامل خارجة عنه هي اللي بتساعده وبتوقفه على أقدامه. أنا أعترض على الكلام ده لأنه يعني لا يمكن أي إنسان خالي من الموهبة أو يعني أو موهبته قليلة ده يعني توصل أي زي النبتة الصغيرة. معلش قبل ما أكمل كلامي هو النور اتقطع ها دلوقتي وقفنا اوعى تقولي ده برضو حظ هو من ضمن الحظ فعلا واحنا بنسجل النور يتقطع يعني برضو من ضمن الحظ لا معلش النور بيتقطع ده كتير قوي وبعدين ايه حتى لو كان حظ قليل انما فات بسرعة خالص يعني ثواني بس انت شفت يعني عشان كنت بتكلم في ايه بقول انه كلامك على انه الفنان عوامل خارجية هي اللي بتحتضنه يمكن في بعض الاحوال يمكن جزئيا لكن مش ممكن يكون على طول ومش ممكن يكون كليا يعني يعني بقول انه هو بيبقى زي النبتة الصغيرة حتى لو احتاج الى الحماية والرعاية في فترة اولى لكن بعد كده بيشب لوحده ويمشي. انا مع سعادتك في الموضوع ده بقولش حاجة يعني نفرض ان في حد بيساعده واقف جنبه هو ما عندوش موهبة زي ما ساعتك قلت مش هيمشي طبعا بس في مثل بنقوله احنا هنا ان الزن في الودان او الوش في الودان اقوى من السحر. انت لما ساعتك انا في مطربة معينة ما بحبش اسمعها اطلاقا من كسرة اذاعة اغانيها بلاقي نفسي ماشي اغني اغانيها وانا ما بحبهاش يعني الى حد ما يعني الكلام ده فيه حاجة لكن عاوز اقول انت ايه الحاجة اللي بتعترف بينك وبين نفسك انك ما عملتهاش وكان ممكن تساعدك ايه الخطأ في حياتك جاي منين مش ممكن ابدا ان احنا نرمي كل حاجة على الحظ. علاقتي بالناس ازاي يعني انا مش بيقول انطوائي انا مش انطوائي انا بحافظ على كرامتي اولا اي ملاهي ليليه ما بشتغلش اطلاقا لو عندي فرح يعني عرض عليك في الملاهي الليليه وكده كتير جدا. طب انت ليه بترفض؟ اصل اللي رايح ملاهي ليليه مش رايح عشان يسمع ورايح يشوف واحده بترقص حد بيقول كلمه تضحكه قليل لما تلاقي استاذ طاهر حد بيسمع سميع لكن في نهايه الامر يعني كثير من الفنانين حتى الكبار بدأوا حياتهم كده يعني الفنان الكبير المرحوم فريد الأطرش ما هو بدأ في صالة بديع مصابني. والله أنا جربت يعني لقيت مثلا محل من المحلات كل يوم يديني تليفون يا أحمد يا سامي ده أنا هعمل لك دعاية والمش عارف إيه وراح عمل لي فعلا دعاية في الجرائد والمجلات ودعاية في الشوارع ورحت اشتغلت أول ما طلعت أغني قامت خناقة وتكسر المحل أظن الراجل بعديها بعد ما اتكسر المحل فضل يقول وشك حلو علي ده أنا اللي جريت بعد كده خلاص قلت خلاص لا ما أنا مش عاوزك تتشائم يعني أنا مش متشائم أبدا أنا الحمد لله كويس جدا ومش عارف يعني الناس دلوقتي ما بتسمعش بودانها بتسمع بعينيها. إزاي يعني لو ظهر عبد الوهاب في وقتنا هذا ما كانش حيمشي والله يا أستاذ طاهر ليه؟ ما كانش حيمشي. الناس النهاردة عايزة الكلمة اللي هي الخفيفة اللي بيفهمها زي اللي بتتغنى دلوقتي يعني مثلا زميلنا أحمد عدوي حبة فوق وحبة تحت وسلامتها أم حسن هذا الكلام ما يتغناش أبدا. وأحدث حاجة أغنية ليه سمعتها ما تاخدنيش في دوكة بقى وتحطني في الشوكة وتكوني بمعلقة بقى انت تتصور يا استاذ طاهر ان احمد سامي يطلع يقول كلام زي ده لا العكس لا كل واحد ليه لون يعني هو يمكن وطبعا الكلام يا اما يكون كلام مرتفع جدا وله معاني
يا إما أحيانا الناس بيتعبوا من الجدية وبيحتاجوا لأي كلام فارغ يتسلوا بيه. يعني ده لون لفترة لفترة ما أقدرش أسمعه على طول، لما ممكن أسمعه وأنا مجهد وأعصابي تعبانة والحياة ضغط عليا، أو ما أسمع كلام أشبه بالنكت. هقول لسعادتك حاجة، يعني أنا رأيي ليه رأي عجيب جدا، السبب في انتشار الأغاني، أنا بعتبرها أغاني رخيصة، يعني مش الأغاني اللي احنا بنقيها وحلوة والكلام في رقي، الراديو الترانزستور. راديو الترانزستور النهاردة رخيص جدا وأي واحد بيجيبه. يعني عندنا مثلا نسبة المتعلمين الحمد لله دلوقتي بقى كويسة، لكن في نسبة ناس مش متعلمة. الناس المتعلمة دي أنا لما أغني لها أين من عينيها يأتيك المجال يا عروس البحر مش هيفهمها يعني إيه، بس بيغنوه بيغنوه. يعني أنا شفت واحد لما أخذ يعني عربجي ركن العربية بتاعته في الشارع وعشان يسمع الجندول، أنا استعجبت ده سلطان الجندول. ده سلطان عبد الوهاب إزاي خلى اللحن يبقى في ودان الناس يشده. وبرضو أم كلثوم وهي بتغني ريم على القاع بين الباني والعلمي أحل سفك دمي في الأشهر الحرمي، لسه لغاية دلوقتي ناس من المثقفين ما قدروش يعرفوا ريم على القاع بين الباني والعلمي يعني إيه، واخد بالك أنت؟ ومع ذلك برضو الناس بيرددوها حتى ما فهموش. طريقة العرض حلوة، أنا لما يكون عندي حاجة حلوة جدا وبعرضها وحش، يبقى إذن أنت ينقصك أنك تعرض نفسك وتعرض بضاعتك عرض جيد، لأن ده برضو جزء من مهنتك يا رب. طيب أنت قلت لي علاقتك بالناس وقلت لي شغلك في الملاهي، إيه كمان يدخل تحت بند علاقتك بالناس؟ يعني هم المفروض الناس عايزاني أسهر، أروح مثلا أسهر للصبح، ما أعرفش أسافر فين طب وماله وماله، ما أنت راجل حتى ما تش مرتبط بعائلة حتى. لا انا يعني مش متجوز، عندي والدي ووالدتي. وبعدين انا طالما خلصت افراحي وحفلاتي او تسجيلات الاذاعه والتلفزيون، ايه اللي يغصبني ان انا اروح اسهر بره وابوظ صحتي؟ فبرجع بيتي. انا صحيح بقى يعني لا، يعني الفنان مرتبط بالليل ومرتبط بانه يقعد مع الاوساط الفنيه عموما والكتاب والادباء ويتثقف ويسمع كلام من هنا ويسمع كلام من هنا ويسمع كلمات جديدة تعجبه ويسمع أراء جديدة في المزيكا. يمكن هو ده سبب من الأسباب فعلا. يعني أحيانا مش بدعوك إلى السهر الرخيص أو السهر الفارغ، وإنما أدعوك إلى أن تسهر السهر اللي بيغذي الإحساس الفني عندك طبعا. مش كده ولا إيه؟ طيب أستاذ أحمد، أنا شايف أنه شكلك لطيف جدا وجذاب، وبسم الله ما شاء الله انت طويل جدا، اطول قامة بين المطربين، ده ليه اثره في حياتك؟ انت لما بتقف في حفلة مثلا انت طويل قوي، كم سنتي؟ انا 185 سنتي، مش طويل قوي قوي يعني، ولا طويل قوي؟ لا ابدا، 185 مع عبلها 185 سنتي. بس انت بتبان اطول ليه؟ محسن سرحان ممثل 185 سنتي. احنا خدنا هنا في القاهرة على ان المطرب لازم يكون قصير، لان انت عارف طبعا لا معلش، طب هو عبد الوهاب طويل يعني خدنا يعني على ان المطرب يبقى قصير ازاي؟ الافلام الاوروبيه كل الممثلين والمطربين تلاقيهم عمالقه طويل، حتى تلاقيه من العين مش بتاع صغير كده، مش ما ينفعش. احنا بقى بنربط الفن بالطول والقصر والتخطه. طب محمد قنديل صوته كويس بس تخين، هل ده يقلل من قيمته الفنيه؟ انت بتقول ان احنا عندنا في القاهره كل المطربين قصيرين؟ لا، ده مفيش الا عبد الحليم بس، ومع ذلك عبد الحليم اهو عملاق على المسرح. ما حدش بيحس انه قصير او غيره، لانه واخدين الحكايه يعني دي مساله مش كم يعني ولا لا مش كده، هم واخدين كده. وبعدين انا اول انت عندك الطول اهو بسم الله ما شاء الله، والعرض والوسامه الحمد لله. يعني بشوف ان اول ما طلعت الجرائد كان في لنا صديق عزيز جدا صحفي اسمه نبيل عصمت، فهو ده صاحب التشنيع اللي هي لازقه فيه لغايه دلوقتي، احمد سامي اطول مطرب في مصر. اما انا مش طويل زي ما بتصور. الشعر الطويل فينا لاقي البنت السمرة أم الشعر الطويل،
عطشان يا صبايا دلوني على السبيل، عطشان يا صبايا دلوني على السبيل، دلوني 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 على السبيل. عينينا زي النسمة الرقيقة، جرحت قلبي برموشها وابتسامتها البريئة، فاتت قدام عينينا زي النسمة الرقيقة، جرحت قلبي برموشها وابتسامتها البريئة. آه من جرح المحبة، آه ما حير الطب، آه من جرح المحبة، آه ما حير الطب. ولا بسألهم قالوا جرحك ده ملوش مثيل، وانا بسألهم قالوا لي جرحك ده ملوش مثيل، دلوني 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 عالسبيل. أشهر أغانيك إيه؟ وشك حلو علي، الناس بتحبها جدا عشان فيها تفاؤل زي ما حضرتك قلت، لكن أنا ما مش هي دي اللي بحبها. طيب اللي أنت بتحبها إيه؟ بحبها أغنية يا حب إيه الظلم ده، دي كلمات دي ليها قصة عجيبة جدا. هذه الأغنية أنا كنت دخلت سينما درجة ثالثة اسمها سينما بيجال، وكان ظروفي أنا على قدي جدا، دخلتها فلقيت محمد الموجي الأول مرة بيمثل ويغني فيلم اسمه رحلة غرامية وبيغني أغنية يا حب إيه الظلم ده وأغنية تانية تانجو اسمها عنية، فأنا عجبني جدا يا حب إيه الظلم ده، ما كنتش لسه لا بغني لا برنامج هو ولا في أي حتة. طب أنا عايز أحفظ الأغنية دي، انا ما عنديش فلوس ان انا كل يوم اخش السينما دي، ما لازم اخشها مرتين ثلاثه عشان احفظ لحن وكلامه. فاتصاحبت انا والمهندس بتاع السينما اللي بيشغل الشريط، وبقيت كل وقت اعرف الاغنيه دي بتذاع الساعه كذا اطب عليه واسمعها، فحفظتها وقلتها ببرنامج الهواء. لما قلتها ببرنامج الهواء محمد الموجي كان ماشي في الشارع، فمحمد الموجي مش معتمد كمطرب في الاذاعه لغايه دلوقتي. ف محمد الموجي هو ماشي لقى محل كده فتح الراديو سمع يا حب ايه الظلم ده، فقال الله هي الاذاعه ردت عني ولا ايه، فوقف يسمع، ففي الاخر سمع قالوا ان غنانا احمد سامي اغنيه يا حب ايه الظلم ده وسجلتها. فهذه الاغنيه تعتبر في نظري انا ان دي احلى اغنيه انا بحس بيها وبحبها جدا. نسمعها يا استاذ احمد. يا حبي ايه
قلبي ليه تعمل كده يا حبي؟ ايه الظلم ده يا حبي؟ ليه تعمل كده؟ ايه الظلم ده؟ ليه تعمل كده؟ ايه الظلم ده؟ ايه ليه تعمل كده يا حب؟ بنسمعها ليه؟ والله بتتذاع في الراديو بس هم بيركزوا على حاجه. انا هعمل لا يعني حتى مش بنسمعها حتى للموجي يعني. لا الموجي ما خلاص ما بيغنيهاش اطلاقا يعني. لا يعني حتى من الفيلم يعني، بس اغنيه حلوه. اصله فيلم قديم. بقول عاوز اركز على نقطه، يمكن انك بدات مقلدا لعبد الوهاب ومحمد الموجي وكده، برضو الواحد لما بيعيش فتره طويله في عمليه التقليد بيبقى من الصعب انه يخرج ويكون لنفسه نسيج خاص بيه وشخصيه خاصه بيه. هو استاذ طاهر حقيقه فعلا استاذ عبد الوهاب ازاني في انه امتصك، ان انا غنيت اغاني امتصك ده يعني استنتاج سليم فعلا. لكن انا اول ما احترفت ابتديت اسيب عبد الوهاب خالص، لان ممكن بغني لعبد الوهاب لما يكون في قاعده حاجه لمزاجي انا. لكن اي حفله عامه ما بغنيش لعبد الوهاب. بليغ لحن لك حاجه؟ مين اللي لحنه لك؟ سيد مكاوي، الموجي، بليغ. الموجي لحن لك ايه؟ يا حب ايه الظلم ده، وتانجو بتاع عينيه، وحاجه اسمها جاني جواب، يجي اربع خمس حاجات. وبليغ لحن لك ايه؟ بليغ لحن لي برضو حوالي خمس ست اغاني. ايه اشهرهم ايه؟ مش يعني هم كلهم يعني ما زعوش يمكن في الراديو، لحنهم الاسطوانات. لكن هو عامل لي حاجه جديده اقدر اسمعك المذهب بتاعك اذا سمحت. فاتك نص عمرك يا حبيبي، فاتك يوم ما شفتش
يوم زيه في حياتك فاتك نص عمرك يا حبيبي فات فاتك يوم ما شفتش يوم زيه في حياتك فاتك نص عمرك يا حبيبي فاتك فاتك يوم ما شفتش يوم زيه في حياتك ليه ما جيتش ليه تعرف فاتك ليه ما جيتش ليه تعرف فاتك فاتك نص عمرك الطريقه كلمات عبد الوهاب محمد ولحن بليغ. ممكن نسمع حاجه من ام كلثوم بصوتك نشوفها والله في حاجه استاذ طاهر. انا كنت طالب في معهد الموسيقى وكان بيدرس لي عود الله يرحمه الاستاذ محمد الاصبجي، فكان تملي يحفظنا اغنيه ترقي الحبيب. رقي الحبيب وعدني يوم وكلمه ده غايب عني رقي الحبيب صوته حلو الأصمجي، لكن كنت بحس ان بيقولها باحساس عجيب قوي. كان ملحن عظيم حقيقة الأصمجي والله، كان نقلة وكان متقدم جدا عن زمانه. انا رأيي ان هو ده اللي عمل الاغنية المصرية الحديثة الجديدة. استاذ احمد ممكن نسمع منك لون من الوان الموال ولا انت متشغاوي؟ تقسيم كده وليالي وتدخلنا في موال لعبد الوهاب برضه. ليلي يا ليلي يا ليلي يا ليلي يا حاجة. أنا هنا افتكرت برضه اللي تلحظه مش كلمين الهوى مش فايدة أشكي لمين الهوى والكل عزالي أشكي لمين الهوى والكل عزالي أشكي لمين الهوى والكل عزالي أضحك لهم والبكاء غالب
جميل. بعدين عبد الوهاب ده لا يقاوم، جارف. والله هم بيقولوا على تملي التشبيه المتبع عندنا، يقول لك عبد الوهاب ده فلته. انا ما اعتبروش فلته، انا بعتبره غلطه، لكن الفلته بتفلت لكن كتير يعني. لكن عبد الوهاب انا رايي غلطه، لان الغلطه ما بتتكررش. متهيئ لي كده. ليه انت متشائم قوي حتى لما بغني؟ لا لا، لما بتقدر مثلا واحد زي عبد الوهاب مش بتعتبره حتى فلته، بتعتبره غلطه. يعني المفروض ان الزمن لا يجود بمثله، لكن غلط الزمان وجابه. ليه ده برضه لون ملتاني؟ لون متشائم؟ لا ابدا. يعني لا، الارض اللي انبتت عبد الوهاب وام كلثوم وطه حسين والعقاد والمزني والادباء والمفكرين، وخد بالك تنتج عبد الوهاب وتنتج عشرات من عبد الوهاب. بس استنار الحقيقه ان لو انا زي ما قلت الاول، ان لو ظهر عبد الوهاب في وقتنا هذا او ظهر صوت حلو، مش هياخد النجاح اللي كان الاول. زمان كان في ناس سميعه. انا حضرت عبد الوهاب في بيت صدقي باشا وكان بيغني حياتي انت، وكنت شفت الناس المعزيم يعني بشوات، وكان في بشوات وبهوات في الوقت ده كانوا قاعدين تحت رجليه وهم بيسمعوه. يعني طبعا لما بتسمع من صوت واحد، صوت واحد فنان من بقه مباشرة وهو بيقول، بيبقى تأثيرك بيه أقوى، تأثرك بيه بيبقى أقوى يعني. لكن عاوز أقول إن أي صوت جيد بينشأ بيجد العلم في خدمته، بيجد البايكروفونات، بيجد الأجهزة، بيجد التسجيلات، بيجد الأسطوانات دي بتنشره على طول. كمان غير الأول يعني أنا ما غنيش في الإذاعة غير ما تعبت في حياتي جدا. إذن كف عن التشاؤم وابدأ التفاؤل، ها؟ وقول للحياة وشك حلو علي. وشك حلو علي، صح. أسمر كحيلة العين، أسمر زي وما شافت عين، زي وما شافت عين عدى ولا سلك. أسمر كحيلة العين، أسمر زي وما شافت عين، صح الهوى بدري والقرب له ندري والقلب له سلم، ومننا روح له فيه. اسمر كحيل العين زيه ما شافت عين عدى ولا سلم. اسمر كحيل العين اسمر زيه ما شافت عين، زيه ما شافت عين عدى ولا سلم. حلو الاوام خمري حير هواه امري، حلو الاوام خمري حير هواه امري، وانت الجفا عمري مشكي ولا تظلم، ومننا روح له فيه. اسمر كحيل العين زيه ما شافت عين عدى ولا سلم. أسمر كحيل العين أسمر زيه ما شافت عين، زيه ما شافت عين عدى ولا سلم. من نظرة والتانية ما قدرتش بالدنيا،
بتكلم ومننا روح له فين أصمر كحيل العين زيه ما شافت عين عدى ولا سلم أصمر كحيل العين أصمر زيه ما شافت عين أصمر كحيل العين أصمر زي وما شافت عين زي وما شافت عين عدى ولا سلم. حلوة الحقيقة. لون لون إيه رأيك في المزاج الفني الخاص بتاع سيد مكاوي؟ والله هو سيد مكاوي رجل الحقيقة عظيم ومتمسك بشرقيته. يعني تملت لألحانه شرقي. طب بالمناسبة انت كنت قلت لي عشان افتكر يعني ان في اغنية الناس بيقولوا انها بتاعت عبد الوهاب وهي مش بتاعت عبد الوهاب بتاعتك انت وبتلفت نظر الاذاعات الى الحكاية دي. اغنية ايه دي؟ انشودة وطنية كنت انا سجلتها، دي كلمات امام الصفطاري والحان محمود كامل وغنائي، دي تسجلت او اذاعة القاهرة نقلتها للخليج العربي كلها، في تبادل ثقافي بيننا وبينهم فبينقلوا الحاجات الحلوة يعني. فناس جم من الخليج العربي بيقولوا لي ان الاغنية دي بتذاع باسم محمد عبد الوهاب، المفروض تصحح وتبقى باسمك طبعا. هي بتقول ايه الاغنية؟ اردت الشعب دايما من اردت الله. نسمعها كده، نسمعها أوي. إرادة الشعب دايما من إرادة الله، وصوت الشعب مش ممكن حيعلى سواه، بعون الله بعون الله. أنا الشعب اللي طول عمره بعزمه اغلب الأيام، لا بات مغلوب على أمره ولا من طبعه الاستسلام، صمود ومضرب الأمثال في كل مجال وماله مثيل، نضال عزة واستبسال كأي نضال شريف وأصيل. هذه الأغنية. أين أنت من السينما؟ وانت وجهك ممكن كان يكون وجه سينمائي، وطبعا السينما محتاجة باستمرار الى وجوه جديدة، يعني لو من 5 أو 10 سنوات مشيت في العملية دي يمكن كنت قطعت مرحلة جيدة يعني. والله يا أستاذ سهر ما فيش حد قال لي تعالى. انا تقدر تقول ان انا يعني ما حاولتش ليه جدا بكرامتي. ما اقدرش اروح لواحد مخرج اقول له النبي خدني. طب انت راجل شفتني وسمعتني، المفروض يكون هو عنده جراءة يعني ان يطلبني يقول تعالى. انا عملت فيلم حرامي الورقة بس صوت بس، حتى كلام محمود رضا كلامي انا وكل الاغاني اللي في الفيلم بتاعتي انا. تصور يا استاذ طاهر انا ما اتحطش اسمي على الفيلم. يا سلام. اخرتهم
الفجر ما يصحى صحاني الهوى وعذابه ومشيت وانا قلبي بيسأل وبينده على احبابه من قبل الفجر ما يصحى صحاني الهوى وعذابه ومشيت وانا قلبي بيسأل وبينده على احبابه من يقدر ميت احبايب على بعد حبيب غايب لجنين الورد حد التراب وحبيبي بعيد عن عيني وانا قلبي في ليله حيطفرا يا مراكب الهوى رسيني يا تروح لحبيبي تجيبه يا تاخدني انا توديني يا تاخدني انا توديني يا مراكب الهوى طب احنا استاذ احمد متشكرين لك جدا وبنرجو انه الزمن يتصلح معاك وانت ايضا تتصلح معاه وانه انا متصلح انت متصلح جاهز يعني وانه الزمن يبتسم ليك عشان ايه ما تقولش انه اللي بيبتدي صغير بيفضل صغير وتبطل الحاجات المتشائمة دي وتبقى كل يوم استقبالك للحياة وانت بتقول للدنيا وشك حلو عليا. الحمد لله يا فندم، شكرا جزيلا على هذا اللقاء استاذ طاهر. أيها السادة، مع السهرة المفتوحة نلتقي في الأسبوع القادم إن شاء الله مع أطيب المنى طاهر أبو زيد.